صباح الخير، مساء الخير، ايا يعني كان الوقت اللي بتتابعوني فيه، من كل قلبي بتمنى لكم كل خير وسعاده وبهجه وفرحه وحاجات حلوه كتير قوي. النهارده الفيديو بتاعنا عن الشنطه ديت. الشنطه دي يعني عيد ميلاد، يعني احتفالات، يعني اي مناسبه بفتح الشنطه دي. دي شنطه احتفالاتي، ماشي؟ وانا حابه النهارده ان انا اشارككم الحاجات اللي جواها، فيلا بينا نفتحها سوا ونشوف فيها ايه. ماشي، متحمسين؟ اهي هاخدها. هي في شنطة تانية معاها، تمام، بس تانية يعني هطلع بقى الحاجة منها. اهي الشنطة، اول حاجة فيها وهي الباروكة دي باروكة جري في اسود، تالي كانت كاجي لابساها في فيديو، اكيد شفتوها يعني، تمام. هنيجي لتاني حاجة وهي الاشكال دي، اهي حرف الايه بتاع احمد و الشنب. هنا ده الكردان، مش عارفة هو واضح ولا لا. طب لو الحاجة مش واضحة كده اجيبها لكم يعني على ترابيزة افضل. سو هفتحها على ترابيزة احسن، انا هسيب الحاجات اللي يعني مش هتبقى واضحه قوي واعملها على ترابيزه. دي بقى البورنيطه دي، انا بحبها جدا. وهنا قناع ارنوب بالشكل ده، بحب الحاجات دي قوي، بحس ان الحاجات دي مبهجه. يعني انا بعشق الاحتفالات والحاجات دي جدا 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 فوق ما تتخيل. السحرة الشريرة في ده، وده الشفاف ترتوه بالشكل ده، وفي ده، ده لسه ليه الطقم بتاعه اللي هي مش عارفة اسمه ايه ده، وهو وده بالشكل ده. وهنا هنيجي لدول، ودول بقى ليهم يعني ذكرى خاصة، يعني معزة خاصة. يعني دي اهي بالشكل ده، ودي بالشكل ده. هي دي كان لسه ليها دول، كانوا كده فيها هنا زي كده بس كانت كاملة، انا لسه عايزة اركبها لها. ودي انا كنت لابساها في فرحي، صممت واحنا في الزفة نطلع للناس يعني وكده والاهلينا وكده، واحنا لابسين، انا لابسة ده وهو لابس ده. هو الحمد لله يعني مشكورا هودني، وفعلا هو لبس ده وانا لبست دي. ان شاء الله بقى اعرض لكم يعني صور او مقطع من الزفة وكده. في بقى دول، يعني الماسك ده، ده كان بتاعي انا في الفرح برضو، في جزء كده من الفرح صممت فيه ان انا افضل ماسكه الماسك ده كده، وان احمد يلبس فيه الماسك ده. الماسك ده بتاعه بتربط، فانا جبت لنفسي ده عشان الميك اب والحاجه ما تبص، فانا كنت ماسكاه كده. ودوت بيتربط، فهو كان ربطه بقى وحطه وربطه من ورا بالشريط الستان ده، تمام. والدول الماسكات دي بقى كانت كل الالوان المختلفه، طبعا كنا جايبينها بالوانها وزعناها على البنات الفوشيا، وكان في الفرح وزعنا على كل اللي موجودين، البنات كان فوشيا والشباب كان اللون الفضي ده ذهبي، كنت جايبه بقى للشباب كلها فضي. دي بالنسبه بقى للماسكات. في الماسك ده بقى، ده كان بتاع برضو مناسبة الشكل ده، ده يعني عليه نقوشات من هنا كده تقريبا، اهي واضحة. بصوا هي، وطبعا النظارات دي عارفينها بتاعت الاحتفالات دي. دي كان احمد وقتها عامل لي مفاجأة، وكان جاب لي النظارة ديت والنظارة ديت عشان نحتفل سوا، لان هو عارف ان انا بحب الحاجات دي جدا. فدي اللي هما اهي، والنظارة دي تحط كده. هي هنا الايد بتاعتها متحركه، فهي بتضيق شويه برضو هنا من عند الايد شويه، فبتثبت شويه لما بتيجي تتلبس. بصوا انا احسن حاجه ان انا انقل الكاميرا شويه او اثبتها على الحاجه عشان اعرف اوريها لكم اكتر بوضوح. يلا بينا. هنا هنيجي، ده استك وفي المشابك كده، انا كنت جايباه بتعلق من هنا من الناحيتين دول، والمشابك دي بيتشبك فيها اي حاجه. هو اكيد ليه استخدامات تانية، بس انا كنت جايباه علشان كنت عاملة كده ان انا صور لينا يعني ذكريات لكيجي في عيد ميلادها، وكنت حاطة في كل مشبك من دول صورة ليها.
لان هي كانت عيد ميلادها في لما كان عندها 2 سنين، فطبعت لها كل الصور من وهي صغيرة بيبي لحد كده لحد عمر ال2 سنين، وكنت شبكهم هنا بالمشابك دي ومعلقاه هنا. بقى دي باروكة برضو بالشكل ده. الباروكة دي الفوشيا، وعندي واحدة تانية اللي هي بالشكل ده، دي اقصر شوية. دي الرسمة، بس انا جايبة اللون اللي هو التركويز. وهنا التوكة دي في الشنطة، وده الحزام اللي ايه كانت عاملاه الفيديو بتاعه طبعا على القناة، كان الحزام اللي ايه عاملاه الكاجي في عيد ميلادها، حزام الورد. وده تاج كانت كاجي واخداه في الحضانة في عيد ميلادها، اللي في الحضانة الميس عملته لها، كانت لابساه في عيد ميلادها. انتردين والخلخال اهو بتاعه، بحب الحاجات دي جدا انا، يعني مش قادره اوصف لكم انا بحبها قد ايه. الصاجات دي انا كنت جايباها من رحله يعني رحله تبع المدرسه، وكنت جايباها اول ما شفتها عجبتني. انا في الاول تخيلت ان هما بتوع اللي هما بتوع العرقسوس والحاجات ديت، بس طلع بتاع العرقسوس اكبر. وكنت حتى ماشيها يعني ماشيه مركباها في الشارع وماشيه اعمل بيها، بس كنت صغيره يعني مش كبيره، فبقى لهم معايا زمن. و اليشمك ده او مش عارفه اسمه ايه بالشكل ده، بس هو الحاجات بتاعته لونها اتغير خالص، يعني عايزه اغيرها. نيجي هنا بقى للحاجات دي، كانت من رحلة من الاقصر، يعني احنا كنا في الغردقة وطلعنا من الغردقة على الاقصر، فكان يوم جميل جدا وخدنا الحاجات ديت. بجد اهل الاقصر ناس يعني قمة في الطيبة في الذوق، ناس جميلة جدا 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 يعني. هم عطونا دول اللي هي المفاتيح مفتاح الحياة ده، كانوا بيدهولنا كده يعني شبه كادو او حاجة. والحاجات دي كانوا بيدوهالنا كده، يعني هي عقاد كده من الاحجار، ده يعني حجر طوب كده بيتكسر حوض. والحاجات دي بقى انا جبتها، وجبنا حاجات تانية دي بالشكل ده، والفيل انا بحب الفيل جدا يا جماعة مش قادرة اقول لكم يعني. والقط ده بابايا هو اللي جابهولي، يعني كانت اول حاجه اول ما كان في البازارات والحاجات دي هناك، بابا قال لا تعالي اجيب لك حاجه، فلما دخلت انا بصراحه اخترته. مش عارفه القط الاسود، يعني هو انا عارفه ان في ناس هتقول ان دي تماثيل وان دي يعني كده، بس انا بالنسبه لي هي مجرد تحف يعني، بس ومجرد ان هي ذكرى من المكان مش اكتر. هنا دي المسلات، دي المسله دي هو كتب هنا كان عليها كاجين. الناس هناك جميلة جدا وخدومة جدا يعني فوق ما تتخيلوا. وهنا كتبنا رحمة وأحمد، ودوت برضو الجعران ده كان مكتوب كده. أنا جبت يعني بتاع تاني بس مش عارفة أوريهولكم، يعني إن شاء الله لو سمحت الظروف هوريكم بقية الحاجات اللي أنا جايباها من هناك. والجمل ده، الجمل دوت صناعة يدوية، كنا في رحلة سفاري في الغردقة، وكاجي بابا قال لي ان هو يجيب لها حاجة ذكرى يعني، فجبنا دي. هنا بقى في لسه في الشنطة طوق الارنوب بتاع كاجي والفيونكا، وهي مش راضية تديني بقية الحاجة، خدتها وطلعت برا. ديت الحاجات دي، وهنا حرف الار وهو والقلب، عشان نقول بس كل الحاجات اللي في الشنطة. ده بقى ثواني نبعد الحاجة دي، ده طقم كاجي جيبة، كانت آية عاملاه الكاجي في أول سنة في عيد ميلادها، يعني كانت أول عيد ميلاد ليها. ولسه ليه تيشيرت، بس مش عارفة بصراحة التيشيرت أنا شكلي حاطاه في مكان تاني. التيشيرت برضو عليه شكل ميكي ومكتوب فيه 1 اللي هو يعني عندها سنة واحدة.
والباروكة الصغيرة بتاعتها اهي بالشكل ده. هبقى احط لكم صورة بالطقم ده على المنتدى، يعني ممكن انزل لكم صورة بالطقم كاشف اول سنة ليها على المنتدى. تمام، دي كده النوت بوك كده او حاجة كانت صاحبة ليا جايبها لي من الاعدادي، فانا حط صورتي وانا صغيرة. والدبدوب دوت كان براية بس انا بحبه لدرجة فظيعة، يعني هو كان براية بس انا محتفظة بيه من وانا صغيرة، حطاه في الشنطة دي. مفيش حاجة تانية في الشنطة غير دوت الوشاح بتاع الساحرة الشريرة، لان هو الطقم اهو كده بيبقى دوت مع ده. انا كل اللي بتمناه ان يكون الفيديو عجبكم. انا حبيت جدا ان انا اشارككم الحاجات ديت، لان الحاجات دي تعتبر جزء من شخصيتي، جزء من اهتماماتي، جزء من الحاجات اللي انا بحبها. من رغم ان في نقطة معينة انا عايزة اوضحها، في كومنتات جاتلي وهجمتني ان انا احتفلت بعيد الحب. انا كل اللي انا عايزة اقوله لكم بس هي حاجة واحدة بس، ديني هو دين الاسلام، جاي من السلام. ديني هو تحيته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني الرحمة والبركة والسلام. فلما تكون تحية الاسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تكون تحيته دعاء لكل اللي تعرفيه ولا متعرفوش، مجرد ان انت داخلة على حد بتلك السلام. دين تهادوا تحابوا، دين الكلمة الطيبة صدقة. هيعذبني او ان انا ربنا جابنا عشان يعذبنا، يعني انا عشان انا بعمل جو بهجة في بيتي، او عشان انا بحتفل، او عشان انا بقول كل سنة طيبة، او عشان انا ببعت رسالة على الفيس، او بتصل بحد بالتليفون واقول له كل سنة وانت طيب على ايا كانت المناسبة. فتخيلوا، فانا ديني دين السلام ودين الرحمة. كل اللي انا عايزة اقوله لكم، ربنا يجعل كل ايامكم عيد وفرحة وبهجة وحسن ظن في الله، بس مش اكتر. ده حسن ظني عبدي بيه، ان كان خيرا فخير، وانا حسن ظني في الله جميل، ان ربنا مش هيعذبنا لمجرد ان انا بنحتفل او بنبتهج او ايا كانت المناسبة. عايزاه اقوله لكم، احتفلوا وابتهجوا وافرحوا، ديننا دين محبة، دين سلام، دين رحمة، بس مفيش كلام تاني تاني.